اللي بعد كده. هنا الحاله اللي عملت مشكله كبيره جدا كابتن ايمن، وهنقف عندها شويه، لان هنا انا عندي مشكله ما بين حكم الميدان بجد وحكم الفار. لان في جد كبير جدا جدا في الفكر في توحيد القرار وفي معايير احتساب المخالفه والعقوبه الانضباطيه. نشوف باري محمدي يحمل البطاقه الصفراء، تمام صح. وهنا مخالفه، نشوف هل هنا في مخالفه استخدام المرفق. هنا المرفق موجود. طيب صباح هنا احتسب المخالفه ولم يشهر البطاقه الصفراء، وهنا حصل اعتراض لان لعبه النادي الاهلي النهارده فاهمه يا كابتن علاء، جريت واعترضت على ان اللاعب ده عنده بطاقه وبالتالي المفروض ياخد البطاقه الثانيه. هنا محمود ناجي استدعى الحكم، استدعى الحكم، انا شايف ان دي مش بطاقه حمراء، خلينا نتكلم بامانه. احنا قلنا الحكم مثال الحكم بيستدعى الحكم في الفار بيستدعي في البطاقه الحمراء، دي حاله من الحالات ان دي مفيش فيها بطاقه حمراء، ولكن حظك حلو ان الفار جابك كحكم، رحت شفت اللاعب يحمل بطاقه، على الاقل على الاقل انا شايف ان هنا كان يجب طرد باهر محمدي للانذار تاني نتيجه استخدام المرفق والتهور في هذه الحاله. بقول نطلع بيها لحكامنا، يا ريت لجنه الحكام تشتغل في توحيد القرارات، خاصه اختلاف المعايير ما بين احتساب المخالفه والعقوبه الانضباطيه. نروح للحاله اللي بعد كده، يلا حاله من الحالات مهمه جدا. صباح اللعبه قدامك قوي قوي قوي، الراجل اهو 25 بيهاجم وفي مهاجمه والاسترزات رايحه هنا اهي، نمشي ونشوف رايحه، قلنا دي الف ب انذار للتهاور صح. هنا للاسف محمد ما اداش بطاقه، ودي انا بقول ان هنا كان في اعتراض على اللعبه دي، لعبه مهمه جدا كان يجب انذار لاعب النادي الاسماعيلي. هنا